ديالو حيت ما هيت ما والو داكشي غير بصح ديجا داروه قبل منه ور دابا فينا ديري. المهم فهاد لي ستوري هادو جيت نوضح لكم واحد اللعيبه اللي خفيفه وما عندهاش اهميه، المهم غير باش واحد الناس يفهموا شنو طار. كيف ما عارفين البارح كان واحد اللايف تيدور تيصيفطوا لي الدراري وكذا، بلي واحد الانسان اللي دابا نتوما تعرفوه ناض بدا تيسب لي في والدي بلا حتى شي سبب، ناض بدا شي راكم عارفين داك البساله ديالو. المهم انا نقول لكم علاش دار هاد البساله كامله في طريق الجيل وانتم حكموا الدراري. داك خونا كان دار لايف كنجبنت لي داخل ديسكورد تعيط لي ما تنجاوبوش حيت انا ما بغيتش نجاوبو حيت ما بغيتش ندخل معاه بداك الهيد ديالو حيت ما هيت ما والو داكشي غير بساله وراه ديجا داروه قبل منه ورا دابا فينا راه اللي كان كيدير شي حاجه راه رجع كيدير، راه انت بديتي في السطح غتبقى في السطح فهمتيني، وانا راه ماشي هو اللي زار سبيتي غتعيط ليا وغادي نجاوب وغنبقى ندوي انا وياك ونقرقبوا الناب وكذا برو، راه ماشي ما تنضحكش فيها عباد الله هنا. وبالنسبه للعيبه ديال الخبز مخبازه كذا برو راك تخدم على راسك، هذه هي الحاجه الاولى. ثاني حاجه راه ماشي كيطلع عندي الوالد انايا وتبقى يقول لي وار مسخوط الوالدين، بالعكس والدي راه فرحانين بيا وفرحانين بهادشي اللي كندير وكنت خدام على راسي، ما كنتسناش نسب واحد باش ندخل على دارو فلوس والسر الله يسهل عليك، دير شي حاجه نوض خدم على راسك، ما تبقاش مقابل هادشي، راه ما بقاش موضه الصافي.